السلام عليكم، معكم مصطفى ناطق، طالب دبلوم عالي في معهد المعلوماتية للدراسات العليا. راح أقدم ميني بروجيكت في مادة الشبكات بإشراف الدكتور عماد جاسم. الميني بروجيكت بعنوان Use IIS in the Field of Electronic Training، يعني راح أستخدم خدمة الـ IIS المتوفرة في الويندوز سيرفر في خدمة التعليم الإلكتروني، وبالتالي التعليم عن بعد. Introduction: راح استخدم الانترانت وافعل الدي ان اس على سيرفر اللي موجود بداخل مؤسسة او شركة او اي مؤسسة علمية، واخلي عليها صفحة، اخلي بداخلها فيديوهات تعليمية وصور او مجلات او اي شيء للتعليم عن بعد. طبعا الريكويرمنت اللي راح استخدمها، الحاجات اللي راح استخدمها هي الويندوز سيرفر اكيد حتى افعل عليه هاي الخدمات الدي ان اس والاي اي اس، وبعدين عندي اكيد الويندوز 10 اللي هو على الحاسبات والنتورك وسويتشات وحاسبات. اولا الويندوز سيرفر، الويندوز سيرفر اللي راح انصبه شنو استخداماته؟ الفيرجن اللي موجود حاليا هو فيرجن 2016 و2019 اخر شيء، هذين اخر نسختين اللي هي المطورات. طبعا الويندوز سيرفر هو من ناحية الشكل نفس الويندوز الاعتيادي اللي احنا نستخدمه، بس الويندوز سيرفر اكيد عنده صلاحيات وامكانيات انه يتعامل ويا هاردات وسعات كلش ضخمة، بالاضافة الى هذا انه يتيح للمستخدمين للوصول الى محتويات هذه السيرفرات، وينطي صلاحيات للمستخدمين عن طريق رولز. هذه الرولز اللي راح اكونها راح نبدي نشوفها، اللي هي مثلا اللي راح استخدمها اني اللي هي IIS والDNS. عندنا هنا أنا استخدمت على حاسبتي، استخدمت الهايبر في حتى انصب الويندوز ويندوز سيرفر ويا الويندوز 10 الويندوز الاعتيادي. فراح انا اصلا عندي ويندوز 10 واجي افعل عليه الهايبر في وانصب من خلاله ايزو اللي هو للويندوز سيرفر. بهاي الحالة راح تصير حاسبتي هي نفسها، هي سيرفر وهي كلاين. عندي هنا خدمة الاي اي اس، الاي اي اس اللي هي اختصارا لانترنت انفورميشن سيرفيس. هذه الخدمة تستخدم انه اخلي صفحات ويب او اي صفحات بيج عندي اخليها داخل السيرفر، اخلي المستخدمين يقدرون يوصلوا لها، يوصلون لهذه الصفحات. عندنا الDNS، الDNS هو اختصار لDomain Name System. الDNS فائدته شنو؟ انه راح اخلي IP للسيرفر واخلي له اسم، فهذا الاي بي اي شخص مرتبط بهذا السيرفر عن طريق الشبكة راح يجي يكتب الاي بي او يكتب الاسم، اسم السيرفر، راح يوصل لخدمات السيرفر ويقدر يوصل للمواد اللي موجودة بداخل السيرفر وحسب الصلاحيات. عندي هنا الصفحة مالتي اللي كونتها، هذه الصفحة التعليمية اللي موجودة داخل الويندوز سيرفر كملتها أنا وخليت بداخلها فيديوهات ومحتويات، وراح أجي أفعلها على الويندوز سيرفر حتى أي شخص مرتبط بداخل هذه الشبكة أو داخل هاي الشركة راح يقدر يوصل لهذه المحتويات ويتعلم من عندها. طبعا فائدتها شنو؟ فائدتها انه راح استغل وقت الفراغ في تعليم الذات. يعني انا هسه حاليا موظف، اي شخص موجود داخل شركة وصار عندي وقت فراغ، هذا وقت الفراغ بمكان ما استغله بامور يعني غير مفيدة، راح اجي استغل الوقت في التعلم، وبهذه الحالة راح اختصر وقت انه بمكان ما اروح الغير مكان اتعلم، اختصر تكلفة انه بدون ما اشترك انترنت، مجرد انه فيديوهات موجودة بداخل السيرفر
وأقدر أوصلها وأفتحها وأتصفحها وأتعلم من عندها. أنهينا الجانب النظري، راح نتوجه للجانب العملي. أفتح من خلال الهايبر في اللي هو مثل الفيرجوال، لأن نصبت على حاسبتي، حاسبتي ويندوز 10 نصبت عليها الهايبر في، ومن خلاله راح أنصب الويندوز سيرفر حتى أستغل الحاسبة مالتي نفسها، أسويها هي ويندوز سيرفر وهي ويندوز عادي. بعد ما نصبت الويندوز سيرفر النسخة الايزو نصبتها على الفيرتشوال، راح أسوي له كونكت، سوي ستارت، راح يبدي يشتغل عندي الويندوز سيرفر. ندخل الباسورد، اذا لاحظ انه بيئة عمل الويندوز سيرفر شبيهة كلش بالويندوز الاعتيادي، ولكن اكيد انه الويندوز سيرفر عنده امكانيات الوصول والتعامل ويا هاردات كبيرة وبي رول معينة نقدر نستخدمها ونتيح للمستخدمين انه يوصلون عن طريقها الى محتويات السيرفر. اذا لاحظ انه ما اكو ال DNS وال IIS هنا بهذه، اذا نجي على التولز مهم تشيك ما موجودة. بهاي الحالة لازم نضيفها، نضيفها منين؟ نجي على الاد، اد رول، نيكست، هذا اسم السيرفر. بهذه القائمة راح نلاحظ الـ DNS server check، web server ايضا check، و next. هذا اللي حينضاف. بالاخير انستول وننتظر. بعد انتهاء تنصيب الـ DNS والـ IIS راح اجي على التولز، افعل الـ DNS، اختار لي زون، هذا الزون، ادخل بي الاسم اللي هو الامتداد اللي حيصير ncmdit.local، راح يصير بهالشكل. لاحظ انه .dns finish. ادخل هنا الهوست اللي هو راح اسميه كورس. ادخل هنا الاي بي اللي راح يستضيف الموقع 2. اذا من راح نختار هذا، من راح نكتب، اي مستخدم راح يكتب هذا الكورس دوت وياها اللي هي ncmd.local، او يكتب هذا الاي بي، راح يتصل وين؟ يتصل قاعدة البيانات اللي موجودة بداخل السيرفر اد هوست. اوكي سكسسفول دان. حاليا هذا كمل عندي، وهذا الاي بي مالته، وهذا اسمه، وهذا الاسم اللوكال مالته. راح اسده، اجي افعل الانترنت انفورميشن سيرفيس حتى اخلي الموقع مالتي او محتويات الموقع مالتي بداخل السايت، بداخل الصفحة مالتي، حتى اي شخص او اي حاسبة مربوطة بالسيرفر راح تجي عن طريق السايت، راح يقدر يوصل لمحتويات هذا الموقع. هسه حاليا هذا الموقع راح اسميه مثلا، خلي نسميه سايت
الأوفيس. بعدين أنطي الفيزيكال. فيزيكال باث أنا وين خازن الصفحة مالتي؟ صفحة مالتي أنا خازنها بالسي، هذا سايت موقع مالتي. إذا أجي أباوع عليها أنا هنا مكون فايلات وصفحة هنا وين داخل ماي كمبيوتر بالسي، هذا السايت وهذا الاندكس اللي هو راح أدخل من خلاله إلى هذه الملفات. أدخل هنا الاي بي، الاي بي كان 192.168 على البورت 80. إذا أردنا سكيورتي راح نخلي هنا ال HTTPS أو عوفة على عادي اللي هو HTTP. بعد ما خليت الـ IP راح أخلي الـ host اللي هو الـ host name، كتبنا course.mcmdit اللي هو اسم الدائرة .local. حاليا كمل السايت مالتي، سويت اد ويب سايت بداخل الاي اي اس هسه. اوكي هذا اسمه الكامل اون هذا الاي بي اللي هو موجود بالسي بداخل السيرفر، داخل السيرفر بالسي. حاليا اي شخص او اي حاسبه مربوطه ويا السيرفر راح يقدر يخلي هذا الكورس يكتبه من خلال اي متصفح، راح يدخل مباشرة عن طريق الشبكة الى السيرفر، وراح يدخل الى داخل السيرفر الى هذا الموقع، وراح يفتح السايت ويقدر يتصفح من خلاله. سد هاي. حاليا راح انتقل الى حاسبة ثانية مربوطة ويا السيرفر عن طريق الشبكة، وافتح المتصفح مالتها واكتب اللينك واشوف، اجرب اشوف هل راح يطلع عندي ام لا. حاليا انتقلت الى حاسبة ثانية، راح اجي افتح الانترنت اكسبلولر. هاي طبعا حاسبة مربوطة ويا السيرفر، المفروض ادخل هنا الامتداد اللي انا كتبت اللي هو courses، هنا courses dot it dot local، وادوس انتر راح ينقلني الى السيرفر ويفتح لي الصفحة التعليمية. الاحظ انه فتحت لي هذه النافذة اللي هي بداية المتصفح، راح ادخل عليها. هنا أنا عندي المواضيع اللي مدخلها، على كل موضوع يوجد فيديوهات او مجلات او اي شيء تعليمي. طبعا هاي المواضيع كلها نحن نقدر نتحكم بيها من خلال هذا الفايل اللي هم موجود بالسيرفر اصلا داخل السيرفر. وحاليا انا دا اتصفح بغير حاسبة، افتح مثلا الويندوز مثلا سيكوريتي، راح يشتغل عندي الفيديو. وبهذا الشكل صار عندنا موقع تعليمي مجاني وبداخل الدائرة، وأنا اللي أقدر أتحكم به. مثلا أقدر أخلي تعليم عن الحاسبات، أو أقدر أخلي تعليم عن غير دورات حسب الدائرة وحسب عملها وحسب المؤسسة. وبهذه الحالة استغليت وقت فراغ العاملين والموظفين بداخل المؤسسة، والتعليم مجانا من خلال فيديوهات أو أي شيء موجود عندي. إلى هنا ينتهي المشروع مالتنا، وشكرا لكل من ساعدنا واستمع إلنا، وشكرا لدكتور عماد أنه أتاح لي هاي الفرصة أنه أقدم هذا المشروع.